أصدرت جنايته جنوب القاهرة قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين في قوائم الإرهابيين بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج أبو الفتوح وآخرين بقوائم الإرهابيين في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن أبو الفتوح ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة ومقدراتها.